بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم على موضوع بقى بعد الانهيرتنس، الفيزابيليتي موديفايرز. والفيزابيليتي موديفايرز دي معناها في محددات بتحدد لنا في الوراثة وعدم الوراثة كمان، والوصول اكس، او ساعات بنسميها اكسس موديفاير، اللي هما بابليك وبرايفت وبروتكتد وانترنال. اربع حاجات اساسيين. تعالوا نعمل مثال ونشوف منهم المرة دي البابليك. البابليك نوع بسيط جدا يعني، وكل الناس في الغالب بتستخدمه رغم ان هو بياخد مساحة اكبر في الميموري و لان هو الديفولت بتاعنا خلاص. ومعناها ان انا عرفت variable او عرفت function by default هي public، ودي معناها ان احنا نقدر نوصل لها من اي كلاس تاني جوه نفس البروجكت. يعني مثلا احنا عاملين كلاسس دلوقتي، كلاس جوه البروجكت، جوه الاكزامبل رقم 91، وعاملين اكزامبل 90، وعاملين اكزامبل 89 مثلا. كل الكلاسز وكل الفايلز دي بتقدر توصل للفاريبل ده عادي، تقدر تشوفه خلاص. دي معاك من البابليك بس كده، لا بلس كمان ان لو مشروع بروجكت غير البروجكت ده وبيستخدم البروجكت ده، يعني بروجكت اخر بيكول وبيستخدم البروجكت اللي احنا عاملينه ده كله، هيشوفه برضه. بابليك متاح في اي حته تقدر توصل له من اي مكان. فانا عملت مثلا كلاس A، عايزها الكلاس مثلا الرئيسي، واعمل تحتيه مثلا، خد بالكم انا كتبت كلاس ايه، بابليك كلاس ايه، زودت كلمه بابليك، ده الاكسس موديفاير او فيزابيلتي موديفاير. عملت كلاس بي وما اديتوش كلمه بابليك، باي ديفولت هو بابليك، احنا قلنا الديفولت اصلا بينزل بابليك، فخلاص كده الكلاس بي بتاعنا بقى برضو ايه، بابليك. طب لو كلاس وارث من كلاس، برضو ما فيش عندنا مشكله، كله بابليك. يعني كل الاستخدامات بتاعتنا عباره عن بابليك، سواء كنت استخدمت كلمه، لو انا عايز استخدمها فانكشن مباشره مش عايز استخدمها جوه كلاس، ينفع برضو على مستوى الفانكشنز؟ اه ينفع على مستوى الفانكشنز. عملت بابليك فانكشن سميتها فان اي وبابليك عادي. طب ينفع على مستوى الفاريبل او الفيلد او الاتريبيوت؟ عادي برضو، فقلت بابليك. هنا بقى بابليك فانكشن بي مثلا، هنا بابليك فانكشن ايه، بابليك فانكشن بي مش فارقه معانا. عملت بابليك فانكشن او فاريبل بابليك فال سميته V1 وحطيت فيه 5، برضو على مستوى الفيلد ما عندناش فيه مشكلة. وعملت مثلا Val2 بيساوي 2، برضو بقى public، يعني برضو هو برضو بالنسبة لنا سواء كتبت او ما كتبتش برضو هو الديفولت. يعني فخد بالك من القصة دي، رغم ان قلت لك البابليك عشان يبقى منتشر في كله، مستوى الفيزابيليتي بتاعتك وبتاعته عالية جدا، وده برضو ممكن يكون مش مستحب في جميع الاحيان. يا شيء مش مستحب في جميع الاحيان، ساعات ببقى عايز كلاس معين يشوف حاجات، لو هو وارث منه يشوف، لو هو مش وارث ما يشوفش، طب لو هو عمل كذا يشوف، لكن لو عملش كذا ما يشوفش. فلان خد بالك الحته دي يا ريت تركزوا فيها، ان مش دايما بعمل الفيزابيلتي ديت او بعمل الكلاسز بتاعتي عشان انا استخدمها. في الغالب انا بعمل باكج فيها مجموعه من الفانكشنز وفي غيري هيستدعيها ويستخدمها. يا ريت تركزوا في الحته دي جدا، عشان دي اللي هتوضح لكم حاجات كتير. ممكن تكون بتعمل زي الشركات، شركات زي اي شركه من الشركات دي بتنزل مجموعه من الفانكشنز باكج، مجمعها مجموعه الفانكشنز واحنا بنداونلودها وبنستدعيها كثيرت بارتي مثلا وبنستخدمها والى اخره. فلاقي هو محدد ايه اللي انا اشوفه وايه اللي انا ما اشوفوش. فانا عملت هنا فال من الكلاس A وعملت من الكلاس B، ونريت على الفانكشن A ونريت على الفانكشن B ونريت على V1 ونريت على V2، كله شغال عادي جدا، ما عندناش فيه اي مشكله. ليه؟ لان ما فيش مشكله، لان سواء كنت كلمه كاتب كلمه بابليك او مش كاتب كلمه بابليك، كله بابليك على جميع المستويات، ما طبعش غير 5 ولا 10 اللي هم خاصين بالايه، بالفاريبل بتوعنا بس كاستخدام. وده كان كده الاكسس موديفاير اللي اسمه بابليك.